أنا لأول مرة كنحضر لهذا المهرجان، فرحانة بزاف. واليوم هذا حضوري هذا المهرجان عنده واحد طعم خاص، لأن غادي نقوموا إن شاء الله بتكريم الأب ديالي الراحل الله يرحمه ولي برحمة الله. وهذا تكريم هذا بالنسبة لي كما قلت للزملاء هو تكريم عنده واحد طعم خاص، لأول مرة كيتكرم الأب ديالي من بعد الوفاة ديالو. وهذا كيزيد يبين المكانة ديالو عند الجمهور وحب الجمهور ليه، وأيضا هو تكريم الأعمال اللي قدمها الأب ديالي. كنتمنى كيشوفنا ويكون فرحان، وإن شاء الله غادي تكون في شهر رمضان غادي تكون إطلالة على خشبة المسرح، لأن وغادي يكون أيضا بمثابة تكريم الأب ديالي، وأيضا 30 سنة ديال مسيرة فنية بغيت نحتفلها مع الجمهور على المباشر على خشبة مسرح. فكنتمنى نكون إن شاء الله عند حسن ظن الجميع. هو حدث كبير، لأن مهرجان عالمي ديال الطلبة، هذا كيأكد بأن المهرجان ديال الطلبة كيخلي الذاكرة حاضرة بتكريم رواد ديال الفن. واليوم كنت كريم ديال الأب ديالي المرحوم عزيز الفضيلي، وهذا شرف لينا، وهذه مناسبة باش الجيل اللي جاي يعرف الفنانة اللي كانوا قبل، لأن باش نزيدوا مزيان القدام خصنا نشوفوا الوراء باش نزيدوا مزيان القدام. أهمية المهرجان أنه يحتفي بسينما الطالب ويحتفي بسينما الشباب، ويعتبر نافذة مفتوحة لكل الشباب الطامحين لعمل سينمائي فني أنهم يقدموا إنتاجاتهم وأنهم يقدمون لنا أحلامهم السينمائية. وأتمنى أن يكون هذا المهرجان أيضا نافذة أنهم هما يدخلوا منها إلى عالم الاحتراف.